في عملية تفاوضية. مشكلة ليبيا ليست مشكلة سياسية ظرفية عابرة مثل ما يحدث مثلا في تونس، هي مشكلة هيكلية بنيوية من أصل، هي مشكلة دولة. ماكس فيبر يقول أن الدولة هي الطرف الوحيد الذي يحق له احتكار العنف الشرعي المسلح. صحيح. La violence légitime. نحن أمام مراكز قوى، أمام قوات، أمام ميكرو إيتا، أمام دويلات. مصراتة بحد ذاتها دويلة، التابو دويلة، الزنتان دويلة، الشرق دولة، حكومة طرابلس دولة أو دويلة كما نسمي. إذن المشكلة الليبي يبدأ من الإجابة عن السؤال الكبير، كيف سنبني الدولة التي تحطمت منذ سنة 2011 إلى اليوم والشعب الليبي أو القوى السياسية الليبية عاجزة عن بناء هذه الدولة؟ ومن يجيب عن هذا السؤال؟ الأمم المتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، الليبيون ذاتهم. أما بالعنف بمعنى بالقوة، نوع من إبراهام لونكل، واحد أمريكا، فرانكو، واحد إسبانيا، بالقوة بقطع النظر أنه صحيح أو غلط، بقطع النظر. أما بالقوة، ويبدو أن استخدام القوة أيضا، وهذا دور من يلعبه؟ دور فرانكو، دور لينكولن، حاول حفتر حاول أن يلعب دور فرانكو، دور بيسمارك، دور إبراهام لينكولن كما تشاءين، يعني بقطع النظر عن تموقع الإيديولوجي والسياسي. لكن إلى حد الآن رغم حقق بعض النجاحات في الجنوب، وأيضا حقق نجاحات عسكرية. لا ننسى ذلك، لو نرى الخريطة الليبية الآن، فأغلبية الأراضي الليبية تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، هذا فلنعترف به. لكن يجب، وهذا قلت من اليوم الأول من سنة 2011، يجب نزع سلاح الميليشيات. لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية وانتخابات بميليشيات عسكرية. هناك حظر سلاح الاتحاد على ليبيا، مفروض حضر دولي، يعني مفروض حظر دولي للسلاح، حظر السلاح. ونعرف ما زادت طينة بلة أن ثم تدخلات خارجية معروفة، يعني مكشوفة، معروف من مثلا من يساعد السراج، معروف قطر وتركيا إعلاميا وسياسيا وعسكريا، الأتراك يبعثوا بآخر مسلحة، من يساعد الشرق وخليفة حفتر معروف، مصر والإمارات والسعودية إلى آخره، فرنسا إعلام يقول مع كذا وما كذا. إذن مع تدخلات خارجية، مع ضعف النخب السياسية، ماذا بقي لليبيا؟ أنا أعتقد يجب أن تحدث ثورة أو انتفاضة قبائل في ليبيا. ربما سوسيولوجيا القبيلة، ربما القبيلة أفضل من الحزب السياسي في بناء الدولة الليبية.